سؤال، واحد بيقول حينما كان السيد المسيح على جبل التجلي كان معاه موسى وإيليا، كيف جاء موسى وإيليا من الهوية؟ أولا إيليا ما كانش في الهوية، أنت هتوقعه في الهوية بصلواتك؟ ما حصلش. لعلك تقصد اللي في الهوية اللي مات، وإيليا ما ماتش فماله بالهوية. على أي الحالات الأرواح كلها في إيد الله. لما المسيح يحب يجيب أي حد يجيبه. ما هو جاب روح العازر بعد ما مات بـ4 أيام يجيبه.